صباح الفل وصباح الخير والسعادة على حضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم صباح البلد. هنكون معاكم أنا وفاتن ودياب. يا صباح الورد صباح عليكم الخير. يومكم جميل يا رب يا رب إن شاء الله إن شاء الله يوم حلو وجميل كده. صباح الفل نهاد, صباح الفل فاتن, وصباح الفل على كل السادة المشاهدين. وحلقة جديدة ويوم جمعة جميل إن شاء الله. جمعة مميز الحقيقة, مميز جدا. النهاردة آخر جمعة تقريبا في شهر رمضان المبارك. النهاردة الجمعة هي خليني أقول لكم جمعة مختلفة عن الأيام اللي فاتت. ليه بقى؟ عشان فيها أكتر من حاجة الحقيقة, مش بس عشان آخر جمعة. لكن النهاردة طبعا الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المعظم اللي خلاص خلينا نقول أيام قليلة قوي وبيفرقنا. والحقيقة تحس كده كلنا إن إحنا مش عاوزين الشهر الكريم يخلص. ده شهر الخير وشهر الكرم, وفعلا كل حاجة فيه بتكون حلوة. وكمان النهاردة الجمعة الأولى في شهر إبريل, وهي الاحتفال بيوم اليتيم. ده يوم برضو مهم جدا يا فاتن, مهم جدا طبعاً. يا دياب, يعني بنحسس كده الأطفال إن إحنا معاهم وجنبهم. يمكن ناس كتير بتعارض الموضوع دوت, وخلينا نقول في ناس كتير يعني بتعمل لغط على موضوع يوم اليتيم, ولكن أنا بحس إن هو يوم بيفرق فعلا مع الأطفال. بصي, هو الحقيقه الجمعه ده في حاجتين. يمكن زي ما قالت نادي, الجمعه الاخيره بقى خلاص من شهر رمضان المعظم. كمان بيصادف ان الليله دي ان شاء الله هتبقى ليله وتريه. فالناس ليلة بتقول ليله 27 فيا رب كده دعواتنا للمصريين والناس كلها, يا رب ان هم يبقى ليله خير وبركه, والسنه دي كمان تبقى سنه خير وبركه علينا كلنا. يمكن الناس كلها واخده انها تبقى يعني ليها طقوس كده. عموما يوم الجمعه بيبقى له طقوس عند الناس, صلاه الجمعه, قراءه القران, ممكن التجمعات العائليه. وكمان ان النهارده اخر جمعه في شهر رمضان, فممكن دي عشان كده تبقى كمان مميزه عندنا. نقطة بقى التانية كمان ان طبعا دي الجمعة الاولى من ابريل, واحنا تعودنا في مصر ان احنا بنحتفل بيوم اليتيم في الجمعة الاخيرة من الجمعة الاولى من شهر ابريل. محدش هيختلف ان احنا اليتيم وسط عليه كل الاديان, طبعا الدين الاسلامي والنبي عليه الصلاة والسلام وصى باليتيم, ودي فرصة ان احنا نزورهم, وفرصة ان العيد داخل علينا, فممكن نقدم لهم هدايا ونقدم لهم لبس جديد وحاجات تبقى بالنسبة لهم يعني طبعا يعني حاجه تقديريه. اليتيم دايما بيبقى بيكون حساس بزياده, اي كلمه بتاثر معاه, اي حاجه بنقدر ان احنا نقدمها او نتضامن معاه, نتعاطف معاه, نكون موجودين معاه, كل الحاجات دي بيحسسه ان هو يعني الى حد ما, مش طبعا ما حدش يقدر يعوض غياب الاهل. صح. الانسان دايما اللي من غير الاب والام دول حاجه عظيمه, بيحس ان هو ما فيش. الانسان بنشوفه عنده 60 سنه, ولما حد من اهله بيموت والدته, احنا بنشوف ناس لحد النهارده في عيد الام اليوم بيعيطوا على مامتهم ان هي مش موجوده. عايز اقول لك على حاجه, انا عمري في حياتي ما دورت على سن والدي, ولا عرفت ولا قلت هو بابا كبر ولا لا, الا لما امه ماتت. اول ما جدتي الله يرحمها توفت, بدا ملامح الكبر تبان على والدي, ووالدي مش صغير يعني. فهنا عرفت ان الانسان متعلق باهله بشكل ما, طبعا يعني هو جذوره موجوده في ناس عايشه, اول ما بينقطعوا هو كمان بينقطع. فتخيلي لما يكون طفل وبدا حياته من غير اهل, فالموضوع بيبقى صعب. فاكرمنا ليهم من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم, وقال, واحنا طبعا بناخد رسوله قدوه حسنه, انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا وكفل اليتيم في الجنه هكذا, واشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما. دي دعوه صريحه للاهتمام باليتيم. وعلى فكره مفيش احسن زي ما احنا قلنا من الكلمه الحلوه. انا بدعو للجميع ان احنا نروح النهارده, اي حد, مش لازم دار ايتام, اي حد يعرف اي حد يتيم, لو انت دخلت عليه فطرت معاه هتدخل عليه البهجه والسرور, ويعني ثوابك كبير عند ربنا, وانسانيا انت هتكون مستريح ومبسوط يعني. صح, كل سنه وكل ساده المشاهدين طيبين على طول عاده يعني, وعامه نروح دور الايتام ونزورهم وندخل الفرحه والبهجه عليهم. تعالوا بقى دلوقتي نروح لفاصل ونبتدي مع حضراتكم حلقه. الحقيقه ان كان في تصريحات مهمه جدا للدكتور محمد معيط وهو وزير الماليه, وده بعد رئيس عبد الفتاح السيسي ما صدق على اصدار تعديلات قانون الماليه العامه الموحد. وزير الماليه اكد ان الدوله بتتحرك في مسارات متكامله, وده لتحسين وتقويه الوضع الاقتصادي لمصر. وقال كمان انه بيتم العمل على اكثر من محور في السياسات الماليه, وده لدعم جهود تطوير الموقف الاقتصادي, وان الماليه العامه للدوله اصبحت اكثر قدره على تحقيق المستهدفات
الاهداف الاقتصاديه والتنمويه وكمان الاجتماعيه، من خلال بقى طبعا مساهمتها في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب اولويات الانفاق العام طبعا لضمان الاستغلال الامثل لموارد الدوله زي ما قلنا. وده يمكن الكلام اللي سمعناه من الرئيس السيسي امبارح وهو بيتكلم عن ابرز ملامح العمل الوطني وده خلال ولايته الجديده، واللي هيتم فيها طبعا اصلاح مؤسسي شامل بيهدف طبعا لضمان الانضباط المالي وتحقيق الحكومه السليمه من خلال ترشيد الانفاق العام وتعزيز الايرادات العامه. وزير الماليه اكد كمان انه تم استحداث مفهوم الحكومه العامه عشان يشمل موازنات كل الهيئات العامه الاقتصاديه والخدميه والجهات الاداريه للدوله والمحليات كمان. ايه معنى كل الكلام اللي انا قلته ده اللي اعلنه وزير الماليه النهارده؟ كل ده هنعرفه من الدكتور وليد جبله الخبير الاقتصادي اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير يا استاذ نهاد، صباح الخير يا استاذ دياب، وصباح الخير كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزه بس اعرف من حضرتك ازاي قانون الماليه العامه الموحد اللي سياده الرئيس صدق على تعديلاته هيعزز جهود يعني خلينا نقول تصويب المسار الاقتصادي للدولة يعني بما طبعا يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد؟ هو طبعا احنا عارفين ان المستهدف النهائي لعمليات الاصلاح هو اكمال عمليات الاصلاح الهيكلي. الاصلاح كان بدأ بيتركز على الجوانب النقدية والمالية، الا ان عمليات الاصلاح الهيكلي هي الاساس. المالية العامة للدولة وتطوير أداء التعامل معها ده كان شيء مهم جدا. إصدار قانون المالية العامة الموحد منذ عامين كان خطوة مهمة جدا. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة من مراحل تطوير هذا القانون بأنه صدر فيه مجموعة من التعديلات اللي كانت بتركز على فكرة موازنة الحكومة العامة. احنا كان قبل كده عندنا موازنة الجهات الإدارية الخاضعة للموازنة، وكان هناك موازنات متعددة للجهات الاقتصادية، عندنا أيضا صناديق. يعني في هذه المرحلة بيتم ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة، وكخطوة في الموازنة العامة اللي بيتم إعدادها حاليا اللي هتبدأ في 1 يوليو القادم بيتم ضم 40 هيئة، وده بيترتب عليه إن الموازنة العامة بتكبر من حيث الحجم إلى نحو 6.6 تريليون جنيه. يعني اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده في مداخلات وفي لقاءات إن احنا كنا بنبقى سعداء جدا إن لما الموازنة أصبحت موازنة تريليونية ثم أصبحت 2 تريليون. النهاردة احنا بنتكلم في 6.6 تريليون جنيه حجم الموازنة العامة المصرية الجديدة. هذا الحجم الكبير بيساعد على إظهار الاقتصاد الحقيقي والمالية العامة الحقيقي والمالية العامة المصرية في حجمها الحقيقي اللي يعني بنشوفه وبيترتب عليه إظهار العجز أو الفائض الحقيقي للموازنة، بيترتب عليه إظهار النسبة الحقيقية للدين العام مقارنة لإيرادات ومصروفات الموازنة. الموازنة لما بتعبر بدقة عن الواقع الاقتصادي ده يعني هنشوف مع إقرار الموازنة الجديدة إن المؤشرات هتتحسن بصورة تلقائية لأنها بتعبر بصورة حقيقية عن الواقع الاقتصادي اللي هو أفضل من اللي بيتعبر عن المؤشرات الحالية، فضلا عن أن ضم الهيئات الاقتصادية بيساعد على إدارة الموازنة العامة بصورة دقيقة، بيساعد على الرقابة المالية بصورة أفضل، بيساعد على تحقيق فلسفة موازنة البرامج بصورة أفضل. نحن أمام مرحلة جديدة من مراحل تطوير المالية العامة المصرية وضبط عمليات إدارتها، أو خلينا نقول تحسين عملية إعدادها وضبط عملية إدارتها. طب هل يا فندم هيتم وضع سقف كده لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بقى بكامل هيئاتها وجهاتها؟ هو ده حقيقي، يعني هو احنا كنا في البداية في سقف الإجمالي الاستثمارات، يعني هو السقف كان موجود في الاول او في السنوات الماضيه في صوره المخصصات، لما بيبقى موجود في المخصصات الموازنه العامه مخصصات بحجم معين
للاستثمارات العامة هذا الحجم أو هذه المخصصات هي كانت السقف، لكن الكلام ده كان بيتم في موازنة أجهزة الدولة. النهاردة مع الهيئات الاقتصادية ما كانش هناك ضبط جيد لفكرة أداء الهيئات الاقتصادية وسقف معين للاستثمارات اللي بتقوم بيها أو الديون حتى اللي بتذهب إليها. الوضع الحالي وبعد ضم الهيئات هناك سقفين، هو هناك هيكون هناك مخصصات الاستثمار الموازن موظف حكومة بصفة عامة سواء هيئات أو سواء جهاز إداري للدولة له سقف بيتم تحديده من خلال المخصصات الموجهة للاستثمارات الحكومية، وهناك سقف آخر وهو سقف الدين، وده سقف مهم جدا أنه سيكون لأول مرة في التاريخ أن يكون هناك سقف للدين الحكومي وبما تتضمنه الموزه من هيئات اقتصادية، بحيث أن هذا السقف بيتم تحديده ولا يتم تجاوزه بصورة تؤدي أيضا إلى ضبط المالية العامة بصورة أفضل. طيب دكتور وليد، احنا بنتكلم على الشمول المالي وبنتكلم على الاستثمارات المختلفة، فهل في مجموعة من الخطوات اللي تتخذها الوزارة عشان تحقق الانضباط المالي، يعني في بوينت كده أو في عناصر لو ممكن تقولي؟ طبعا يعني احنا الموازنة النهاردة أصبحت بتتم بطرق إلكترونية، الربط ما بين وزارة المالية و الجهات الحكومية بصفة عامة وجهات وزارة المالية بصفة خاصة، هناك مجموعة كثيرة من التطبيقات الإلكترونية اللي بتنظم هذه العملية، الأمور بتسير في مسار إصلاح هيكلي يدفع نحو عمليات الشمول المالي والتحول الرقمي بصورة تدريجية يعني مبشرة، وأتصور أن الموازنة العامة القادمة هتكون خطوة مهمة جدا لإظهار القوى الحقيقية للاقتصاد المصري، والمهم في عمليات كمان الشمول المالي والتحول الرقمي فكرة الشفافية، لأن الشفافية أصبحت شيء مهم جدا. الخطوات الشفافية بدأتها الدولة المصرية، ويستطيع المستثمر ويستطيع المواطن الدخول على موقع وزارة المالية للاطلاع على الموازنة العامة منذ عدة سنوات، ولكن اليوم نحن أمام مزيد من التفاصيل، مزيد من الوضوح ومزيد من الشفافية اللي بتساعد أيضا على جذب الاستثمارات وبتساعد على إظهار الواقع المالي المصري، وبتساعد المواطن على أنه يعلم كل جنيه من الإيرادات من أين يأتي وكل جنيه أين سيتم إنفاقه. دي حقيقة فعلا شيء إيجابي جدا، الشفافية شيء مهم جدا دكتور. أكيد بنشكر حضرتك جدا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، وبنتمنى دايما يعني ليه خطوه. خليني اقول لك ان في الحقيقه على مدار احنا يمكن اهو بقالنا من اول شهر رمضان احنا بنتكلم كل حلقه، وبيبقى معانا حد من المسؤولين او حد من الخبراء بياكد على جهود الدوله سواء كان في وزارات مختلفه، امبارح كان معانا الصحه والنهارده الماليه ومن فتره طول الوقت في تطوير للقطاعات المختلفه. كل عناصر الدوله الحقيقه بتشتغل عشان خاطر دايما مصر تبقى في الاحسن، واحنا الحقيقه وزاره الصحه قررت ان هي تعمل منظومه هتوفر مليار ونص وتقدم خدمه افضل. انت فده انا متوقف عند الخبر ده لحد دلوقتي، ان انا هوفر مليار ونص واقدم كمان خدمه افضل. دي حاجه يعني احنا بنشيد بالجهود المختلفه، وان شاء الله مصر تبقى افضل حال. خلينا بقى نروح بقى الخبر ايجابي بقى والحاجات اللي الناس مستنياها. مجلس الوزراء ووزارة العمل أعلنوا عن مواعيد وتفاصيل أجازة العيد بالنسبة للموظفين. هتبدأ كافة مؤسسات الدولة بالقطاع الحكومي والخاص رسميا أجازة عيد الفطر يوم الثلاثاء المقبل يوم 9 أبريل والحد يوم الحد 14 أبريل، أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وكمان شركات قطاع الأعمال العام، ده طبعا بمناسبة عيد الفطر المبارك. أما بالنسبة بقى للقطاع الخاص برضو هتكون أجازة رسمية مدفوعة الأجر، وكمان الحاجات اللي معانا تم تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص على المنصة الإلكترونية لمشروع مهني 2030، واللي بتستهدف تدريب مليون متدرب كل سنة على المهن اللي بيحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج. واحنا معانا الاستاذ زعيد عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزاره العمل، واللي هيكلمنا اكتر عن الاول تفاصيل الاجازه. صباح الفل يا استاذ عبد الوهاب. صباح الفل يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين والشعب المصري العظيم طيب في هذه الايام الكريمه.
وانت طيب. الناس طبعا بقى ايه مهتمه جدا جدا ان هي تعرف هتاخد من اول يوم الوقفه لحد يوم ايه بالظبط، فلو ينفع توضح لنا تفاصيل الاجازات خلال عيد الفطر ان شاء الله. شوف يا فندم، وزاره العمل طبعا امس الخميس صدر او ما يسمى بالكتاب الدوري، هو رقم 9 لسنه 2024 بمنح العاملين المخاطبين باحكام قانون العمل رقم 12 لسنه 2023 اجازه رسميه مدفوعه الاجر. طبعا زي ما حضرتك ذكرت من يوم الثلاثاء الموافق 9/4/2024 وحتى يوم الاحد الموافق 14/4/2024، طبعا ده بمناسبه عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445. طبعا هذا الكتاب الذي صدر امس بيلتزم الساده رؤساء الادارات المركزيه بديوان عام وزارة العمل ومديريات العمل بكافة المحافظات كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه طبعا، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ. يعني جميع المديريات العمل منذ أمس تلقت أو استلمت هذا الكتاب الدوري من وزارة العمل علشان يتم تعميمه على جميع شركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية بهدف يعني التنفيذ. وطبعا هذه المديريات مكلفة وفي توجيه من معالي الوزير بالمتابعة لتنفيذ هذا القرار أو هذا الكتاب الدوري. هذا الكتاب الدوري بتضمن الشركات الخاصة أن هي تطبق القانون؟ شوف يا فندم، هو طبعا هذا القرار في شركات كثيره، عذرا، في شركات كثيره جدا بينزلوا في ايام العيد، في شركات كثيره جدا لو ادت اجازه ما بتدهاش مدفوعه الاجر. طبعا في زي ما قلت لحضرتك في مديريات العمل يعني طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 يعني هي لديها صلاحيات المتابعه ولديها صلاحيات ان هي تتخذ يعني اجراءات. احنا بس عايزين نقول ان هذا القرار الذي صدر يعني امس يعني معالي الوزير العمل حسن شحاته وفي مثل هذه القرارات بيتم التشاور والتواصل مع ممثلي اصحاب الاعمال وممثلي العمال في على مستوى الجمهوريه، عندنا اتحاد الصناعات، الغرف التجاريه، النقابات العماليه، بيتم التواصل مع ممثلي العمال واصحاب الاعمال حتى يتم اتخاذ هذا القرار. ولذلك هذا القرار بيصدر بعد التوافق والتشاور بين اطراف الانتاج الثلاثه اللي احنا بنسميهم اللي هي الحكومه الممثله هنا في وزاره العمل واصحاب الاعمال والعمال. هذا القرار يعني عايز اوضح برضو ان هو يعني بياتي في اطار لما بنتكلم زي ما حضرتك ذكرت ان مجلس الوزراء اصدر قرار مماثل يوم الاربعاء الماضي الخاص بالعاملين في القطاع العام وقطاع الاعمال العام والحكومه. طبعا احنا الهدف كله هو يعني في حرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسميه لكافه العاملين بقطاعات الدوله، وكلما امكن ذلك طبعا تحقيقا للغايه الاجتماعيه والقوميه من الاجازات الرسميه. طبعا انا عايز اعرف بقى، عايزك تكلمني اكتر وعايز اعرف تفاصيل مشروع مهني 2030. طبعا يا فندم مشروع مهني 2030 احنا في وزاره العمل بنعتبره مشروع العام. وزاره العمل يعني هي من الوزارات يعني اللي منوط بها ملف التدريب المهني. والوزاره بالفعل بتقوم بهذه المهمه منذ سنوات طويله. الوزاره عندها 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهوريه بتدرب الشباب بالمجان على المهن اللي بيحتاجها سوق العمل. الوزاره عندها دلوقتي 10 عربيات تدريب متنقله بتستعد لاطلاقهم ان شاء الله في الفتره المقبله. هناك بالفعل يعني خطه اسمها الخطه التدريبيه اللي بتعتمد كل عام، الهدف منها زي ما قلت لحضرتك وهي بتعمل جميعها في نطاق المبادره الرئاسيه حياه كريمه بالمناسبه لتدريب الشباب والفتيات في جميع المحافظات اللي موجوده في نطاق هذه المبادره على المهن، وطبعا في مخرجات وفي اعداد خاصه بيه. هل في شروط معينه للمتدرب ويقدم ازاي برضو يعني اللي بيسمعنا دلوقتي وحابب ان هو يكون في مشروع مهني 2030 يقدم ازاي ويوصل لحضراتكم ازاي؟ انا هوضح بس حاجه، ان الوزاره لديها فعلا مراكز تدريب شغاله عليها من سنوات طويله، ولكن المخرجات بتاعتها لا ترتقي لطموحات الجمهوريه الجديده. المخرجات بتاعتها بتكون قليله في الاعداد الخريجين، ولذلك كان مشروع مهني 2030. مشروع مهني 2030 هو مشروع تم اطلاقه يوم 15 يناير 2024، الهدف منه او الهدف منه تجسيد التعاون بين الحكومه وبين القطاع الخاص، حيث ان اشراك القطاع الخاص في هذا الملف مساله في غايه الاهميه.
لحد دلوقتي يا فندم زي حضرتك ذكرتي في 820 مركز تدريب مهني خاص على مستوى الجمهوريه قاموا بتسجيل بياناتهم على المنصه الخاصه بهذا المشروع على الانترنت. والله يعني يا فندم يسجلوا طبعا تم تسجيل بياناتهم، وبالفعل هناك لجنه مختصه، هذه اللجنه بتتواصل مع هذه المراكز لاستكمال اوراقها، وبالفعل خلال الايام القليله الماضيه تم منح العديد من التراخيص المؤقته والتراخيص الدائمه لهذه المراكز اللي بدات بالفعل تعمل. معالي وزير تشتغل يعني معالي وزير العمل بيطمح ان شاء الله في عيد العمال المقبل يكون في مخرجات وارقام هنعلن عنها نتيجه هذا المشروع. المشروع الهدف منه الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي. يا استاذ عبد الوهاب فين تحديدا الداخلية. يعني انا عايز اعرف ايه التخصصات اللي هي الدوله بتديها اهتمام اكتر، يعني احنا بنقول الحاجات اللي بيحتاجها سوق العمل، لو نقدر نوضح كده الاهم فالمهم عن الحاجات اللي هي الاولويات بتاعت الدوله. الاولويات بتاعت المشروع مشروع مهني 2030 زي ما ذكرت حضرتك في جزئيه مهمه جدا، وهي زي ما قلت لك الهدف منه تدريب مليون متدرب كل سنه، الهدف منه القضاء على ما كان يسمى بالسوق السوداء للمراكز الخاصه على مستوى الجمهوريه التي كانت تعمل خارج نطاق الرسمي، ولذلك زي ما بقول لحضرتك هذا الرقم اللي ذكرته رقم ايجابي جدا. الدوله طبعا في مهن طبعا كافه يعني بيانات المشروع موجوده على الصفحه الرسميه لوزاره العمل، والبيان اللي صدر بالامس ايضا عليه لينك موجود للمراكز اللي ترغب في الجديده اللي ترغب في التسجيل. هناك مهن طبعا عديده جدا، مهن مستقبليه عندنا، مهن خاصه بالتطريز والخياطه والسباكه وصيانه المحمول والكهرباء، وعندنا اللغات، وعندنا كافه المهن الخاصه بالميكانيكا، يعني كل المهن الشباب طبعا هيخش على موجود دلوقتي اكثر من 30 مهنه موجوده على الموقع الرسمي للوزاره. كل شاب هيدخل دلوقتي على الموقع يشوف المهنه اللي هو يعني عايز يتدرب عليها وعايز يتعلم عليها، بيخش ويسجل بياناته ايضا، وطبعا بيشوف اقرب مركز تدريب. يعني هذه المراكز الخاصه بتعمل الان يعني كجزء من الدوله المصريه ان هي موجوده في تحت اعين الوزاره، وطبعا جميع التراخيص اللي بتصدر دلوقتي لهذه المراكز بتصدر عن وزاره العمل، جميع شهادات مزاوله المهنه برضه هتصدر عن طريق وزاره العمل، وبالتالي هيكون الشاب اللي هيتخرج من هذه المراكز هيكون بالفعل اللي مكتوب في البطاقه بتاعته هو فعلا المهنه اللي بيعمل بيها، ولذلك ده هيحصل كبير يعني طبعًا. خطوه ايجابيه سواء في سوق العمل الداخلي او الخارجي يا فندم. خطوه ايجابيه جدا يا استاذ عبد الوهاب، نشكرك شكرا جزيلا. استاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزاره العمل، طبعا بنتمنى لكل الناس ان هم اجازه سعيده واجازه لطيفه طبعًا. بس مليون متدرب برضه في السنه رقم حلو قوي، مليون متدرب، وفكره وكمان الشهادات الرقميه، فكره ان انا بحول بقى للدوله فعلا، ان دلوقتي احنا بنتكلم على جهه حكوميه التعامل بتاعها اونلاين. انت عايز تتدرب هتبدا تقدم على المنصه، مفتوح لكل الناس وكل الناس تقدر تقدم، دي حاجه عظيمه جدا. ايه رايك بقى دلوقتي نروح لفاتن كده جاهزه بالاخبار ومتحمسه بالأخبار جدا؟ احنا متحمسين نسمع منجز الاخبار ان شاء الله. مشاهدي الكرام اليكم اخر واهم الاخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر بالامس حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل السحور الذي أقامته القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، وقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يبحث اقتراح اطلاق تطبيق محمول رادار الاسعار بعد الانتهاء من تطويره، ويتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعه وارفاق صوره للسلعه وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، وذلك خلال اجتماع مع الامانه الفنيه للجنه العليا لضبط الاسواق واسعار السلع بحضور الوزارات المعنيه. يتيح التطبيق البحث ومعرفه اسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله والتي تم مشاركتها من مستخدمين اخرين، ومن المقرر إطلاق التطبيق يوليو المقبل.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة. كانت طائرات نقل عسكرية مصرية قد أقلعت من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولي لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. إلى هنا انتهى موجز الأخبار، هسيب حضراتكم مع حالة الطقس وبعدها نستكمل باقي فقرات صباح البلد. كل عشاق الكوره وكل جماهير الاهلي النهارده على موعد طبعا مع المباراه اللي كلنا مستنيينها من الاهلي مع سيمبا التنزاني. يمكن اختتم فريق الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر استعداداته المكثفه، وده لخوض مباراه اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا امام سيمبا التنزاني، وده النهارده ان شاء الله مساء هيكون باستاد القاهره الدولي في حضور 30,000 مشجع. حقق الاهلي فوز مهم طبعا خارج الارض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، ده اللي سجله اللاعب احمد دبيل كوكا في الدقيقه الخامسه من زمن المباراه اللي جمعت طبعا الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، واوقعت طبعا قرعه دور الثمانيه الافريقي في مواجهه مع سيمبا التنزاني على ان يلعب الفائز منها مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو اتلتيكو الانجولي. ده طبعا هيكون في نصف نهائي البطولة القارية اللي بيحمل طبعا الأهلي لقبها على لقاء العودة النهاردة. النهاردة احنا في تحصيل حاصل او ممكن تكون في مفاجأة، يعني اكيد بنتمنى ان هي المباراة هتبقى مباراة خلاص احنا ضامنين الصعود ولا هيبقى في يعني عاوزين نعرف هي تحصيل حاصل ولا ضامنين الصعود. كل ده نعرفه من خلال دكتور مؤمن الجندي رئيس قسم الرياضي موقع جريدة الفجر. صباح الخير يا فندم. صباح الفل، صباح الجمال عليكم وجمعة مباركة عليكم. هل مواجهة النهاردة حضرتك شايفها سهلة كده للنادي الأهلي؟ طبعا بعد ما هو احنا راجعين كسبانين، الأهلي راجع كسبان، هل النهاردة المباراة هتبقى أسهل؟ الحقيقة لا، يعني دايما مباريات دوري أبطال أفريقيا أو المباريات في أفريقيا بشكل عام بالتأكيد بتكون كل مباراة لها يعني لها حساباتها، وعايز أقول لكم اللي حصل داخل غرفة ملابس النادي الأهلي امبارح بعد التدريب الأخير اللي خاضه النادي الاهلي تحت قياده السويسري مارسيل كولر اللي حذر فيه لاعبي النادي الاهلي في المحاضره الاخيره، يمكن محاضره نصف ساعه مع التمرين، قال لهم فيها فريق سيمبا التنزاني هيهاجمنا بشكل قوي، لان كانت تصريحاتهم خلال هذا الاسبوع ان هيكون في هجوم للنادي الاهلي على ارضه ووسط جماهيره، وكمان طلب ان المباراه تخلص بشكل بدري، يعني قال للعيبه ان احنا لازم نحرز هدف او هدفين في المباراه بحيث ان احنا ننهي المباراه ده كلام كولر طبعا في المحاضره. الكلام الفني ان طبعا المباراه بالتاكيد لا، مباراه كل مباراه لها حساباتها، مباراه صعبه طبعا، النادي الاهلي طبعا اكيد وسط جمهوره وعلى ارضه هنا في القاهره، ولكن برضه يبقى مفاجات الفرق الافريقيه
هتكون موجوده يعني. خصوصا كمان يا دكتور ان سيمبا مش خسران حاجه زي ما بيقولوا، هو ما عندوش بالضبط. هو جاي هو كده كده عارف ان هو خسران، فهيعمل يعني هيموتوا نفسهم عشان خاطر يقدروا يكسبوا الاهلي في ملعبه وسط جمهور. طب حضرتك شايف بقى الاهلي ممكن يقدر يعمل ايه؟ ممكن يستغل يعني نتيجه اللقاء بتاع الذهاب وكمان تواجد الجمهور. احنا معانا 30,000 مشجع، طبعا احنا كنا نتمنى ان يبقى العدد اكبر من كده، ولكن 30,000 برضه رقم مش قليل، فازاي يقدر الاهلي يستغل نتيجه اللقاء وكمان تواجد الجمهور؟ تواجد الجمهور طبعا شيء مهم جدا جدا للنادي الاهلي في مباراه سيمبا اليوم. يمكن على مدار الاسبوع، المباراه طبعا الاولى مباراه الذهاب كانت يوم الجمعه الماضي، وبالتاكيد فوز النادي الاهلي يمكن اشعر بعض الجماهير بارتياح، ومارسيل كولر هنا خايف ومرعوب من النقطه دي بشكل كبير جدا، ان يكون في يعني تراخي عند لاعبي النادي الاهلي، عشان كده شد عليهم بنسبه كبيره جدا في المحاضره الاخيره امبارح، وقال لهم ان لازم النادي الاهلي يحرز هدف مبكر زي ما قلت. المباراه فنيا اعتقد ان يعني هتمر يمكن من 30 ل 40 دقيقه كده بمراحل جس النبض بتاعه زمان، لان النادي الاهلي برده هيبقى عايز يشوف سيمبا هيكون في ارض الملعب اداؤه عامل ازاي. يمكن مارسيل كولر عايز يعني يفوز بهذه المباراه في اقصر الطرق الممكنه امام سيمبا، في لانها مباراه على فكره صعبه صعبه جدا. حضرتك قلت ان هي ان سيمبا هينزل طبيعي ومنطقي انه هينزل يهاجم يعني من اول دقيقه عشان خاطر ان هو يحاول يحرز هدف او ان هو يربك لعيبه الاهلي وسط جماهيرهم، فهل التعامل الامثل مع هجوم سيمبا التنزاني ان مارسيل كولر ينزل مقفل خطوطه وماسك نص الملعب بتاعه كويس والدفاع يعني يبقى الجيم دفاعي، ولا لا ان هو يبادر هو بالهجوم؟ هو سؤالك منطقي، ولكن الحقيقه ده اللي ممكن يحصل، ولكن هنا بقى بنقول دور الجمهور، لان طبعا انت عارف ان جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وجمهور بيشجع طول الوقت، واستاد القاهره من الاستادات برضو اللي بتكون يعني مرعبه شويه للفرق الافريقيه لانه ليه يعني صيت كبير جدا. فاعتقد ان المباراه لا يعني النادي الاهلي هيكون برضو مسيطر من بدايه المباراه. سيمبا هيكون ليه يعني تهديد على مرمى النادي الاهلي من وقت لاخر، ولكن توقعي انا الشخصي انا شايف ان المباراه هتسير في اتجاه النادي الاهلي يعني. طب حضرتك بتتوقع التشكيل النهارده يكون عامل ازاي، او التشكيل المفروض النهارده يكون عامل ازاي عشان الاهلي يعني يكون ايه يقدر على قد ما يقدر يكون ضامن المباراه النهارده؟ التشكيل بنسبه كبيره هو يعني قريب جدا، او يمكن هو تشكيل مباراه الذهاب. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمد هاني في الجنب اليمين، وربيعه وعبد المنعم ومعلول، وفي وسط الملعب احمد نبيل كوكا وقفشه ومروان، ممكن السولاي يكون موجود مكان قفشه في وسط الملعب. في الهجوم كهربا والشحات وبيرسي تاو، ولكن عايز اقول لكم ان انطوني موديست متالق بشده في تدريبات النادي الاهلي الاخيره، واعتقد ان ممكن مارسيل كولر يديه فرصه في مباراه اليوم يعني. اكيد. طب انت عارف بقى يعني احنا الاهلي دايما البطولات اللي فاتت او يمكن اخر بطولتين كان دايما لازم يعيشنا زي ما بيقولوا في ضيق تنفس، يبقى خلاص الفرص تكاد تكون شبه معدومه في الاهلي يعمل ريمونتادا ولا اروع، ونتفاجئ ان الاهلي خد البطوله. فانا حاسس ان هي البطوله دي ماشيه سهله ماشيه حلوه، فتوقعاتك هل الموضوع ممكن يكون لا وياخد منعطف مختلف، ولا البطوله دي فعلا سهله وممكن الاهلي يكون بيسعى للقب جديد؟ بص خليني اقول لك، هي المباراه توقعك سليم فعلا، البطوله دي يمكن ماشيه سالكه مع النادي الاهلي على حتى هذه اللحظه يعني، ولكن يعني الفتره المقبله او المباريات المقبله في حال صعود النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بعد مباراه اليوم، اعتقد ان هي البطوله في طريقها للنادي الاهلي، ولكن يعني مباراه قبل النهائي ومباراه النهائي اكيد هيكون في صعوبه برضه على النادي الاهلي، فنتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي. طبعا اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله النهارده كسروا الدنيا كده ويفرحوا كل جماهير النادي الاهلي. بنشكر حضرتك جدا دكتور مؤمن الجندي رئيس تحرير موقع الفجر الرياضي، شكرا جزيلا. تعالوا كده نطلع لفاصل ولا هنعمل ايه؟ اعتقد ان فاتن جاهزه بالصحافه الالكترونيه والاخبار والترندات وكل اللي على الساحه، صح؟ جاهزه. يلا بينا.
مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم، ويمكن هنستعرض معاكم دلوقتي قراءة سريعة لأهم ما نشرت الصحف والمواقع وكمان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. أكثر الشخصيات اللي كانت أكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي الحقيقة متصدرة بقالها فترة كبيرة جدا كان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللي زي ما قلت لحضراتكم تصدر قائمة أكثر الشخصيات تداولا، وده جه بعد اجتماعه اللي تابع فيه مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وخاصة إن كان في تجديد منه على أهمية أن يكون هناك يعني موجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد. حضراتكم عارفين هو يمكن قال أن احنا في خلال شهر رمضان من 15% ل 20%، وبعد العيد نوصل ل 30%. وصل أو كان في المركز الثاني مباشرة بعد رئيس مجلس الوزراء في الشخصيات الأكثر تداولا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وده طبعا بسبب استقباله والتهاني بقرب عيد الفطر المبارك، وكمان بسبب تصريحاته اللي هاجم فيها الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني في غزة، وقال إن أنا لم أرى في حياتي وحشية وهمجية أكبر مما يمارسه الكيان المنحل عن كل معاني الإنسانية والأخلاق. النجم محمد صلاح كالعادة متصدر أيضا الشخصيات الأكثر تداولا، بس المرة دي كان بسبب الجدل اللي أثاره بسبب ارتدائه بدلة كده يعني رسمية وحضر بيها التدريبات للفريق، وخاصة أن كان في استعداد امبارح اللي هو الخميس أن هو يبقى في مواجهة مع شافيلد، وقال وكان بقى يعني الناس على السوشيال ميديا بدأت تقول هو ليه محمد صلاح رايح يحضر ببدلة رسمية التدريب. ناس قالت بقى بيتقدم لفرصة العمل كمدير فني للفريق، ناس كتير اتكلمت ان هو مرشح لمهمة ما، لكن في النهاية كان من الشخصيات الحقيقة اللي أثارت جدل كبير جدا نتيجة لارتدائه بدلة رسمية. بعد كده كان الفنان اللاعب حسين الشحات كان موجود معانا في الشخصيات الأكثر تداولا في المركز الخامس، وده طبعا بعد ما رجع التاني أزمة قضيته مع الدولي المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز من جديد على الساحة الرياضية، وبدأت أنها تعود مرة أخرى مشتعلة بعد فترة من الهدوء بسبب المخاطبات والبيانات اللي كانت موجودة ما بين الاتحاد المصري، وأيضا بعض التصريحات الخاصة من اللاعب. يجي بقى لحضراتكم، كان من الحاجات اللي تصدرت محركات البحث الاجتماعي على مواقع السوشيال ميديا كان دعاء ليلة القدر. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا كتير مننا بنقعد ندور على الادعيه اللي بتتوافق مع السنه ان احنا بندعيها بالنهار وبالليل من بعد المغرب وحتى الفجر، وخاصه لما بنبقى في ليله وتريه في شهر رمضان المبارك، وليله طبعا كلنا بنبقى مستنيين ليله يوم 27 رمضان. ظاهره بقى كسوف الشمس دي ما زالت بتشغل الراي العام وبتثير ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه وان البعض قال ان ظاهره ليها علاقه بنهايه العالم واقتراب الايام هتقوم واصطدام نيازك او كوكب مجهول بالارض، لكن طبعا اساتذه الفلك طمنوا الناس وقالوا ان مفترض ان دي خزعبلات، ان الظاهره دي بتحدث عادي جدا نتيجه لحركه القمر ودورانه حول الارض وما بينه وما بين الشمس، فبيقف في الفتره من الفترات، ودي مع بدايه الشهور القمريه أو الشهور الهجرية اللي احنا بنقول عليها. نروح بقى مع حضراتكم لتعطل خدمات تطبيق الواتساب، لأنه هو كمان تصدر محركات البحث الاجتماعي، وده طبعا بسبب ان الآلاف اشتكوا من العطل المفاجئ وبدأوا ان هم يروحوا الجوجل علشان يعرفوا السبب. تطبيق الواتساب أصدر بيان علشان يطمئن المشتركين وقال ان هو كان مجرد عطل فني وتم إصلاحه في أسرع وقت. بكده بتكون انتهت فقرتنا، هسيب حضراتكم مع اسعار العملات الدولار بقى واسعار الذهب ونرجع نكمل باقي فقرات صباح البلد.
العالم النهاردة كله بيحتفل في أول جمعة من شهر إبريل كل سنة بيوم اليتيم، ودي طبعا مناسبة خلينا نقول إن هدفها هو بيكون إسعاد الأطفال، إدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام، وده اللي خلاها تبقى عيد ليهم. الحقيقة إن هم بيستنوه من السنة للسنة طبعا عشان يقدروا إن هم يستمتعوا بأوقاتهم مع الناس اللي بتروح تزورهم واللي بيجوا لهم من كل مكان، بيجيبوا لهم الهدايا، بيجيبوا لهم حاجات حلوة، بيلعبوا معاهم. فعلا مناسبة هدفها يعني في الأول وفي الآخر خير. كمان الإسلام اعتنى باليتيم عناية فائقة الحقيقة، واهتم بيه اهتمام بالغ، وأولاه رعاية طبعا خاصة، يعني خلينا نقول إنها حاجة. وكمان الاهتمام ده فاتنا على نهاية على مدار العالم كله على مدار العالم كله، ومش في يوم واحد ولكنه في كل الأيام. كل الفتاوى الرسمية قالت إنه لا مانع شرعا من تخصيص يوم لليتيم للاحتفال والاحتفاء بيه وإشعاره بأن المجتمع كله جنبه حاسس بيه، بيشمله برعايته وعنايته ويعوضه عن فقده لأبيه. احنا معانا النهاردة فضيلة الشيخ أحمد سعيد فرماوي أحد علماء وزارة الأوقاف، واللي هيكلمنا بشكل أكبر على يوم اليتيم. نرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، ربنا يبارك فيك. في البداية عايزين نعرف أو نرد على الناس اللي بيحرموا يوم اليتيم، يعني ناس كتير قوي بيقولوا إنه ليه عاملين يوم لليتيم، ليه نحسسه مثلا إنه هو فقد حاجة، ليه نعمل ده بعدها هيأثر عليهم، هيأثر، لا ده حرام ربنا ما قالش كده. عايزين نعرف برضو رأي حضرتك ورأي الشرع في حاجة زي دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الله تعالى يقول وذكرهم بأيام الله، فلا مانع شرعا من تخصيص أيام معينة لمناسبات معينة. احنا عندنا في طبعا مناسبات دينية، وفي مناسبات قومية، وفي مناسبات وطنية، فلا مانع من ان احنا نخصص يوم معين يكون يعني لإظهار البهجة والسرور والاهتمام باليتيم مع الاهتمام به طيلة الايه؟ طيلة العام. فهذا امر يعني لا، من قال يعني الحرمة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يحل ويحرم. هذا امر. الامر الثاني، هناك علماء دين، علماء دين متخصصين هم من يقولوا هذا الكلام. أما أن يأتي أناس يعني ليسوا من أهل العلم ثم يفتون بأمور يعني تخالف الشرع، فهذا أمر غير إيه؟ غير مقبول. يعني مفيش أدلة شرعية؟ لا يا فندم، فين الأدلة؟ يعني هو ده خير المفروض بيحصل، يعني نعم. يوم عشان يعم الخير على الأطفال، الناس اللي مش بتعمل ده ممكن يكون اليوم ده بيفكرهم فبيروحوا، يعني هل نعم. ده ممكن يكون رمز؟ نعم. الإسلام اعتنى كتابا وسنة باليتيم من يعني حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ولد يتيما وابتعث يتيما، وجدك إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتيم ليربيه على عينه، ليصطنعه لنفسه، يسلم من سلطان الأبوة ودلال البنوة. فهو اليتيم الذي أسعد العالم كله، أسعد اليتامى وغير اليتامى، لذلك شكر النعمة يكون من جنسها. ربنا قال له في آخر السورة إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر. ألم يجدك يتيما فآوى. طب الجزاء إيه؟ شكر النعمة إيه؟ من جنسه. فأما اليتيم فلا تقهر، يعني فلا تظلم اليتيم ولا تأتي عليه. توصية صريحة. نعم. أمر فلا تقهر، أمر صريح. فالقرآن كما قلنا يعني نوه بهذا الأمر وبالاهتمام باليتيم في قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر، وفي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، وقال فلا اقتحم العقبة، العقبة اللي هي عقبة جهنم الكؤود أعزنا الله تعالى منه. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، يعني تحرير العبيد، فك أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. إذن الآيات القرآنية الكثيرة والعديدة يعني تبين الاهتمام باليتيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. النبي فين في الجنة؟ في الفردوس الأعلى. ويقول
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من أبادر حلق الجنة، باب الجنة، فأجد امرأة تبادرني، يعني بتفتح الجنة رفقة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فيقول لها النبي: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت أو تأيمت على أيتام لي. يعني امرأة، فأجد امرأة سفعاء الخدين تبادرني إلى باب الجنة، فأقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث من الأيتام كان كمن صام نهاره وقام ليله وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله. يعني اللي بيعول الأيتام له درجة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله. وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختين، وأشار بالسبابة والتي تليها والوسط اللي هي التي تليها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام اعتنى باليتيم عناية فائقة، واليتيم كما يقول العلماء هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، ومن الذكور ومن الإناث من فقد أباه حتى تتزوج حتى تجد من يعولها. وسمي اليتيم يتيما لتغافل الناس عن بره بعد وفاة أبيه. يعني الناس بتنسى اليتيم، بتنسى يعني في الأول كده تعاطف، وبعد فترة خلاص الناس تتعاطف ساعة حالة الوفاة أو في أول الوفاة كده تعاطف من الأهل من الجيران من الأصحاب، بعد فترة بيتغافل عن إيه؟ عن بره. لذلك صلى الله عليه وسلم كان بيضرب الأمثلة بالأفعال قبل الأقوال. عندما خرج صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فوجد الغلمان يلعبون ويمرحون، ووجد من دونهم غلاما يجلس بجانب الجدار رص الثياب كئيبا حزينا، فاقترب منه صلى الله عليه وسلم وقال: ما شأنك يا غلام؟ قال: مات أبي في سبيل الله. فأخذه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بيته ودفعه إلى أم المؤمنين عائشة، فألبسته الثياب الجديدة وأعطته الحلوى والنقود. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وخرج على الغلمان وقال له: يا غلام، أما ترضى أن يكون رسول الله أباك؟ أما ترضى أن تكون عائشة أمك؟ أما ترضى أن يكون علي عمك؟ أما ترضى أن يكون الحسن والحسين أخويك؟ قال: بلى، قد رضيت يا رسول الله. فلما رأى الغلمان بهجة الصبي وسروره وانشراح صدره قالوا في صوت واحد: يا ليت أبانا قد مات في سبيل الله. هكذا ينبغي أن نصنع مع الأيتام، أن نشعرهم أننا يعني البديل. هذا الطفل اليتيم لابد أن يجد القلب الذي يحن عليه، لابد أن يجد الروح التي تحوطه وترعاه، لأن ما نزل به الأب بيعمل يعني له دور كبير في التربية والتهذيب والإصلاح ويعني أمور كثيرة هذا الطفل افتقدها. لذلك يعني يجب علينا أن يجد الطفل منا بسمة حانية وتعامل برفق وبلين، نتعامل معاه برفق ولين، كلمات يعني طيبة، بسمة نبتسم في وجهه، نحن عليه، نلبي له طلباته وأموره، نقترب منه، نمازحه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القدوة وصاحب الأسوة. كان عنده غلام يتيم هو الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، كان له من العمر 10 سنين، كان يتربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه أخذته وقالت: يا رسول الله، هذا غلام يخدمك. فكان عند الرسول فكان يمازحه، يقول له: أغدو يا أنيس، اذهب يا أنيس، هلم يا أنيس، يعني يمازحه ويداعبه ويعلمه ويغرس فيه القيم والأخلاق الفاضلة. فكم من يتامى أسعدوا أمامهم التي نشأوا فيه لأنهم أخذوا حقهم فردوا هذا الإيه الجميل وهذا الإيه العرفان. الإسلام لا شك زي ما حضرتك قلت اهتم باليتيم بشكل كبير، وكان زي التوصيه ربنا سبحانه وتعالى رسوله: أما اليتيم فلا تقهر. فاحنا بنتكلم على دور المجتمع خصوصا واحنا في أيام مفترجة وأيام مباركة. النهاردة يوم الجمعة وليلة وترية وليلة قدر ويوم عالمي لليتيم،
فايه الحاجات اللي هي المفروض الناس تعملها عشان خاطر يبقى جزء من الحاجات بتنفذ الوصيه اللي ربنا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فان اما اليتيم فلا تقهر؟ مطلوب من الناس عموما في اوقاتهم العاديه يعملوا ايه؟ هل يخصصوا وقت معين للايتام؟ نعم، هو اليتيم يجب ان نتعهده دائما وابدا بالرعايه والاهتمام، ولكن عندما نخصص يوم في هذا اليوم ندخل عليه البهجه، ندخل عليه البهجه والفرح والسرور، نلبي له احتياجاته ومتطلباته بما يحتاج من الامور، الثياب الجديده، الحلوى، الالعاب الترفيهيه ونحو ذلك. الطفل يحتاج الى المرح والى السرور حتى نخرج طاقاته الكامنه. يعني الطاقات الكامنه اللي هي عند الطفل لابد ان نخرج هذه الطاقات الهائله، نقدم له ما يحتاج، نكون العوض والبديل لفقده والده. يعني نكون قريبين منه ونمازحه نلعبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني عمير اخو سيدنا انس يقول النبي يمازحه يا ابا عمير ما فعل النغير، كان له عصفورا صغيرا له عصفورا يعني يلعب به، فهذا العصفور هذا الغلام الصغير كان يعني اصابه المرض، فذهب النبي يعوده فكان يمازح هذا الطفل الصغير يا ابا عمير ما فعل النغير، العصفور الصغير بتاعك عمل ايه؟ فشوف حضره النبي يعني عظيم المكانه والشأن، نزل لمستوى الطفل الايه؟ الصغير واخذ يمازحه في العصفور الذي كان يلعب به. فهكذا ينبغي ان نفعل مع، وطبعا احنا عندنا اهتمام في دور ايتام وكده، بعض رجال الاعمال بارك الله فيهم بياخدوا اطعمه والعاب وحلوى وملابس ويذهبوا لهم، فهذا امر طيب وهذا امر مندوب وهذا امر دعا اليه الاسلام. ما هو مش يعني الايام كلها يعني ما هو في الايام مشاغل يعني، انما لا مانع ان نعمل يوم للتذكره يوم للتذكره، مناسبات دينيه ومناسبات وطنيه ومناسبات اجتماعيه. هذا امر مرغوب اكيد، هذا امر مرغوب. بمناسبه ان احنا بنتكلم عن يوم يتيم، فكانت السيده الاولى انتصار السيسي قالت وكتبت في بوست ليها على صفحات الفيسبوك، قالت لكل يتيم الحق ان يعيش حياه سعيده كلها امل ورعايه، ودورنا ان نوفر لهم كل سبل الراحه والامان والتعويض، فليكن كل منا عائله لكل يتيم، نشاركهم افراحهم واحزانهم ونرسم البسمه على وجوههم، كل عام وجميع ابناء مصر بخير. ده كان كلام السيده الاولى انتصار السيسي عن يوم اليتيم، وقد ايه هو فعلا مهم، وقد ايه لو كل واحد مننا خد الايتام كانهم حد من أولاده. افراد العيله اولاده لا. اعتنى بيهم. ولكن برضو عاوزه اسال واعرف من حضرتك فكره انه الدين الاسلامي حرم التبني، كفاله اليتيم لا كفاله اليتيم حاجه والتبني حاجه، نعم احنا بنتكلم دلوقتي عن التبني، تحريم التبني. نعم، ممكن نعرف الفرق يعني، ممكن انا حابب اعرف الفرق ما بين كفاله اليتيم وبين التبني. تمام، معنى كفاله اليتيم اي القيم الذي يقوم على امور اليتيم، القيم سواء كان عمه كان خاله كان رجل صالح من المجتمع كان ملجا او دار ايتام، القيم اللي هو بيقوم بامور الايه اليتيم اللي هو يصرف عليه اللي هو يتولى اموره الماديه المعيشيه من اكل وشرب ولبس وتعليم ونحو ذلك. اما التبني انه بياخده وينسبه ليه، وطبعا بيعيش معاه في الاسره بيبقى كانه واحد منين من الاسره. فالاسلام حرم التبني ليه؟ كما قال الله في قصه سيدنا زيد بن حارثه في سوره الاحزاب، ادعوهم لابائهم واقسط عند الله، لا منع من انك تكفله وتساعده بس ما تنسبوش لك، ادعوهم لابائهم، هو يبقى ابن معروف نسبه، يعني اسمه ما يتنسبش الاسم المتبني، يعني ما ينتسبش ليه، يعني انا اقدر اجيب يتيم يعيش معايا ولكن ما اكتبوش على اسمه، او يبقى عارف ان حضرتك يعني جايباه فاخوانكم في الدين. ليه بقى؟ لانه هذا اللي احنا جايبناه بعد فتره حضرتك هيكبر هيبلغ مبلغ، قصص حقيقيه عايز اقول لحضرتك، هيبلغ مبلغ الرجال فطبعا في البيت سيدات وفي كذا، وطبعا يعني دي امور ربنا سبحانه وتعالى حددها من فوق سبع سماوات، النسب واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فطبعا هيبقى كده شخص غريب في اسره، هيبقى في اختلاط يعني داخل الاسره الواحده، ودي فرد غريب ليس من الاسره.
واخد بال حضرتك؟ ده في حين ان هو ذكر. طيب لو انثى، يعني مثلا في قصه حقيقيه موجوده في الواقع، ان في سيده اتبنت بنت من وهي صغيره من دار ايتام وعايشه معاها، ولكن كتبت على اسمها. البنت كبرت وفي الجامعه دلوقتي، ولحد اليوم اللي احنا فيه دلوقتي البنت ما تعرفش ان دول مش اهلها اصلا وان هم مبنيينها. فبرضه يعني راي الدين في موضوع زي ده ايه؟ هو راي الدين صدر من 14 قرن من الزمان، ادعوهم لابائهم واقسط عند الله. انا اكفر ربي، اساعد، اعلم، بس اللي يعني هل ده ثواب هيتحسب برضه للناس اللي تعبوا وربوا وكبروا وعلموا؟ اكيد يا فندم، ثواب واجر عظيم. ولكن هل هياخدوا يعني ذنب على انهم نسبوا الطفله ليهم؟ لا، هو طبعا يعني المفروض يعني يسال. يعني طبعا هم بيسالوا. الازهر الشريف، مؤسسه الازهر موجوده يعني قائمه منذ يعني 1100 سنه. مؤسسه الازهر وعلماء الدين موجودين، فالمفروض ان هو قبل ما يعمل حاجه زي كده يسال، لازم يرجع ويسال، يرجع للدين عشان ايه؟ يمشي على ايه؟ على الصراط المستقيم. خليني اخد صحه بدايته وصحه نهايته. اكيد. خليني اخد من كلام حضرتك واقتبس ان اليتيم مش محتاج يوم واحد عشان خاطر نحتفي بيه او نحسسه بما فقده، بل اليتيم احنا على مدار العام كله لازم نعمل كده. احنا بنشكر حضرتك جدا فضيلة الشيخ احمد سعيد الفرماوي، نورتنا في صباح البلد. كل عام وحضراتكم بخير ان شاء الله. مزيد من اللقاءات اللي فيها بعض الفتاوي الهامه اللي الناس بتستنى ان هي تسمعها. نطلع فاصل. شكرا جزيلا، وحضرتك طيب وبخير. فعلا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. مشاهدينا ورجعنا مع حضراتكم من جديد، والنهارده معانا فقره مختلفه عشان مهما اختلف الزمن لسه كتير منا بيحب يسمع الشعر بل ويلقيه. وطبعا في انواع مختلفه للشعر، الشعر بالفصحى والشعر بالعاميه، بس الجميل انا لسه من متابعين الشعر والناس لسه بتحب تقوله. وكمان معانا نهاد اللي هي واحده من بيج فان للشعر. لو سمحت. ايوه، لا يعني ما تقولش سري للسيده خلينا نعرفه دلوقتي وهنسمعه. لا يعني مش جاهزه الحقيقه صوتي. فعلا خليني اقول لك يا دياب ان الشعر او الكاتب ممكن يلخص كده حكايه في كام بيت شعر حلوين، حكايه كامله بقى ايا كان الحكايه دي هتكون ايه، ويوصل رساله في صوره جميله. عشان ما نطولش عليكم بقى، معانا النهارده واحد من شعراء العاميه، هو الشاعر الجميل احمد الشريف اللي هنسمع النهارده معاه اكتر ما هنتكلم. يا صباح الورد على حضرتك، منورنا النهارده وسعداء انا ودياب جدا انك موجود معايا. قبل الهوا وقبل الهوا احنا قاعدين متحمسين، هو قاعد يسمعنا ويقول لنا حاجات، يقول لنا هقول لكم عن كذا اقول لكم عن كذا، فاحنا سو اكسايتد. واعتقد ان احنا كده قبل ما نعرف الموهبه دي اصلا جت ازاي نسمع حاجه على طول، صح كده؟ يا ريت بقى نبتدي. تختار حاجه كده نعرف الساده المشاهدين الشعر العامي. اختار بدايتي في دخول المجال نفسه، هي قصيده بقى لها حوالي 25 سنه. 25 سنه كده نعرف من هنا ايه، نطلع من هنا سؤال. حضرتك دخلت من امتى المجال؟ من 25 سنه شكلك. هي كان ليها قصه ظريفه كده، كنت في فتره الجيش وكان كنت مشهور ان انا بكتب شعر بين زمايلي، ولاجل الصدف ان كان قائد الكتيبه حابب المجال نفسه. ده انت كنت محظوظ يعني انت بتكتب شعر وتسلطنه. قلت له يعني على قد فانا طبعا عايزك تكتب شعر ما فيهوش رموشك وخدودك وعنيكي وكده، في نفس الوقت ما يكونش فيه هجرتني وذبحتني. تعرف تكتب؟ قلت له احاول. المهم كتبتها ووريتها له، فبتقول: سنين العمر بتعدي وانا بحار ومش اكتر، سنين العمر بتعدي وانا بحار ومش اكتر، ليالي الغربة بتهدي لهيب الشوق وبتحير، يا ريتني في يوم ما جيت عالشط أصيد الرزق واتصبر. سنين العمر قساية بتخطف نور في نجماية، تدوس على الرحمة في طريقها وأصل الرحمة جوايا، وبحلم أبني من صخرة ونور الشمس ضلايا، يا ريتني في يوم ما جيت عالشط أصيد الرزق واتصبر. ومش أكتر ومش أكتر أنا بحار، بشوف الفجر بره الدار بستر الضلمة بتغطى وقوتي المية والصبار، وعيش تايه على شطي في وسط الكوكب المحتار، يا ريتني في يوم ما جيت عالشط أصيد الرزق والصبر. الله.
ويا ريتني في يوم ما يجي تعشر. ما تقوليش بقى ازاي دي اجازه على طول؟ عجبتك على طول؟ اه اجازه بقى طبعا وانبسطت في الجيش وكده. اه الحمد لله رب. انت بقى بدات انت تعرف ان انت عندك موهبه الشعر وازاي اصلا قدرت ان انت تنميها؟ احنا بنتكلم 25 سنه فواضح ان الموضوع بقى له فتره زمنيه. اه هي البدايه كان بيتين شعر مكتوبين في اجنده لاختي الكبيره فانا قريتهم. الله شعر من اخ لاخته. اه فانجذبت ليهم وبدات. انا كنت على طول في الاذاعه المدرسيه، ده كان من جميع المراحل كنت في الاذاعه المدرسيه وكنت ميال للشعر طبعا المدرسي، ان انا اقول الاناشيد اللي هي كانت في النصوص والكلام ده. ايوه انا عارفه انا بتوع الاذاعه. وبعدين بقى مع التطور وفتره المراهقه والشباب والكلام ده كله لقيت نفسي بكتب كويس كلام منمق واعرضه على زمايلي يا بيشيلوا بيقول كويس وجميل والكلام ده كله. لحد الصدفه جمعتني، كنا في رحله وكنت بقول حتى بحاره اللي لسه قايلها ديت كنت بقولها، فاحد الصحفيين شافني وكده قال انت بتكتب كويس، طب ما تيجي تحضر معانا ندوات وحاجات زي كده. وبدات بقى ومن ساعتها بقى انطلقت الحمد لله. انا نتكلم عن المراه بما ان معانا ناصره كبيره للمراه معروفه لو سمحت. وعايزه تتكلم عن المراه، وانت وعدتنا ان احنا بنتكلم على زوجه. بتحب زوجه. يلا بقى. هي حلم كل زوج. هي حلم كل زوج. بقى ايوه اللي انا تخيلتها صح. هي واحده حلم لكل زوج. في حاجة واحدة بتحب جوزها. ده موجود كتير جدا معانا والله. لسه كنت بقول لك مش موجودة. ده موجود جدا كتير معانا. اسألنا. اتفضل حضرتك. اتفضل. هنشوف. فهي بتصحي الصبح وانا هقول لك الحقيقة بعد ما تخلص. فبتقول له ايه بقى؟ صباح الخير يا تاج راسي، صباح الخير يا تاج راسي، يا مالك كل احساسي، يا أهلي وعزوتي وناسي، صباحك نادي يا عمري، بدعوة حلوة من قلبي، خليك لينا يا حبي ولا يخونك زمن قاسي، فطورك حالا اتحضر وحمامك أهو تعطر، قوم يا غالي واتغندر يا رايق انت يا راسي، كوتلك كل قمصانك وعلى الترابيزه برفانك، وكل البيت صحي عشانك يودعك وانت ماشي، هتيجي يا غالي من شغلك تلاقي الحضن مستنيك، وشوق العمر بيناديك، واولادنا اهم حواليك يميلوا يبوسوا في ايديك، وعلى السفره اش مشمر واش محمر واش محاشي، وبعد الاكل لو حابب تنام حبه يا سكر انت يا مربى، همس كلامنا يبقى سكوت ونتحرك من غير صوت عشان تنعم بنوم هادي، يا شخص مهم غير عادي، بقولها بكل احساسي، يا تاج راسي يا اهلي وعزوتي وناسي، يخليك لينا يا عمري ولا يخونك زمن قاسي. الله الله الله. شايف ما سقفتش ولا ملفت؟ يا لهوي يا جدعان. طيب ماليش دعوه. السؤال اللي انا بساله على طول بعد القصيده ديت، ها هو مين اللي مثالي، الزوجه ديت ولا الزوج؟ انا هقول لك الزوج عشان خلى لو سمحت بقى اديني فرصتي اللي احنا ما بنخلصش منها دي. انا يا جماعه لو سمحتوا انا ماليش ما اطلعش مع دي، بتني فقرات ليها علاقه بالراجل والست. لا على فكره هو لو الراجل، لا لو الراجل مثالي هيخلي الست تبقى بتخاف على مشاعره وبتخاف على احساسه بالزبط. وبتمشي على طراطيف صوابعه وهو نايم. لا اللي يوصل ست بس للمرحله ديت بالظبط يبقى هو انسان مثالي جدا، يبقى هو زوج 100 100 بجد. هو ده اللي انا دي حاجه لينا كويسه. يعني ايه عشان خاطر تقول له، يعني ايه عشان خاطر تقول له يا تاج راسي وتقوم تحضر له فطاره وتحط تكوي له هدومه وتحط له البرفان؟ يعني لازم تكون هو إيه؟ يعني معيشه في ده طبيعي. هو كده يعني مش ده البيزك؟ يعني هو الصبح يصحى يعني يقول لها، لا ثواني يا استاذ دياب لو سمحت، يصحى الصبح كده يقول لها، ما يقولهاش اصلا صباح الخير، يقول له صباح الخير يا حبيبي، هو صباح النور يا حبيبتي، الفطار جاهز بس حياه طبيعيه عادي. فين الفطار؟ في رجاله بتصحى من النوم تقول لك فين الفطار؟ ما هو في فرق، في فرق بين ان انا اعمل فطار وبين ان اعمل فطار بحب. بحب. هو ده اللي انا اقصده، ان هو الزوج مثالي جدا لدرجه ان هو وصلها ان هي تعمل كل حاجه بحب، وان هي تخليه بالنسبه لها تاج راسها، وده اعلى حاجه
في 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 المرأة يعني. ايوه هو ده اللي انا اقصده. شفت يا استاذ يعني من هنا نفهم ايه اللي احنا فهمناه من قصيد استاذ احمد ان احنا نبقى كويسين مع اي واحده هنرتبط بيها، اي واحده هنحبها، اي واحده هنتجوزها، زوجة دياب المستقبليه المرأة. ان شاء الله هتقول لك على راسنا ان شاء الله. ده كده كده يعني. يعني لو هنسمع حاجه تاني بقى اخيره، ايه رايك نختم لنا بقى بحاجه ما تقولوش بقى للراجل؟ لا مش للراجل، هو احنا ان شاء الله هو الاول دي حاجه رصد للواقع اللي احنا متجوزه بتحبه. حاجه بقى فلسفيه شويه من الواقع. هي اسمها ضحكة بالمقلوب. بالمقلوب سوحتها بالاموشن بتاع الضحك نفسه. تخيل احنا لو قلبنا الاموشن ده اللي هيبقى عايشين ايام حياتنا ما بين شروق وغروب، والضحكة طالعة منا بهتة وبالمقلوب، حتى اللي كان ممنوع ما بقاش خلاص مرغوب. على بعض بنمثل وساعات على نفسنا، ملل الحياة بيقتل الفرحة من وسطنا، وكل ده لأننا مترصصين كالطوب والضحكة بالمقلوب. حسنا بعقولنا مش طالعة من القلوب، بنخاف من الساعات لتسرقنا فتسرقنا، والعمر عدى وفات وسابقنا ومارقنا، ولا الشطوط بتقرب تطمنا ولا قوتنا بتعنا على المطلوب. ودينا يا دوب ادينا يا دوب بنتشارك ونتفارق ونتعارك، ونرمي روحنا في مهالك، وفي الاخر نروح نبكي ونتباكى على اللبن مسكوب. ولما نيجي نتصور بنتحايل على الكاميرا، لا تكشف سر ضحكتنا، تجيب الضحكه بالمقلوب، تجيب الضحكه بالمقلوب. لا انا حاسه ان الشعر ده لمسك. لا هو بجد لا والله طول عمر الشعر هو لمسك. بيقدر يجيب جوانب من الانسان او يتك على حتت كده يمكن ما بتظهرش او ما فيش حد بيعرف يعملها الا الشعر، خصوصا انا من عاشقين شعر العاميه. تنورتنا وشرفتنا وحقيقة كنا مستمتعين جدا معاك، وبشكرك على قصيدة الزوجة الجميلة لزوجها الجميل القمر الحبوب اللي خلاها تكتب له قصيدة حلوة زي دي وتعمل له كده. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا شكرا أحمد الشريف، نورتنا النهاردة واستمتعنا معاك بالشعر ومغز الرياضة وكل ما هو جديد في عالم الرياضة محليا وعالميا مع أستاذة فاتن اللي هتقولنا دلوقتي. يلا اقول السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده اخر جمعه في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. واحنا النهارده مع اتنين مذيعين ما شاء الله دياب وفاتن. يا رب نكون ضيوف خفاف عليهم وتتبسطوا معانا. باي. لا واحنا اكيد هنتبسط. احنا اكيد هنتبسط بالعرايس الحلوه دي. بصي هي طالعه معايا يعني انا وهي في الكادر. فاكرين حضراتكم عرايس البابت اللي كلنا كنا بنحبها زمان، وبنقعد تتمسك كده يعني، حتى امهاتنا كانوا دايما يقعدوا يمسكوها بايديهم ويقعدوا يحكي لنا بيها حواديت، غالبا كانت بتبقى حواديت عقاب يعني، اللي هو ايه فاتن عملت دياب عمل، فيعني ده غلط وده ما يسمعش كلام مامته. لكن الحقيقه ان هي موجوده لحد دلوقتي. طبعا الشكل اتغير، الجوده اتغيرت شويه، كانت بتتصنع بحاجات بسيطه في البيوت، لكن في النهايه احنا الولاد ما زالوا بيحبوها، واحنا الكبار والله كمان بنحبها، وخصوصا انها بقت يعني اكيد احلى كتير من الـ من الـ من الـ من القديم بتاعها. طبعا انك بتخلي ابنك او بنتك يهتموا بفكره يبعدوا شويه عن الموبايل ويبعدوا شويه عن الابس والحاجات دي، اعتقد ان وده يبقى احسن لهم، ان هم يعيشوا طفوله طبيعيه، هيستمتعوا بطفولتهم صح وبشكل حلو. انا عايز اقول لك انا مستمتع قوي ومبسوط بالكادر. شفت الكادر؟ فعلا عرايس البابت كانت بالنسبه لنا زمان اللعبه المفضله، والحقيقه يعني لحد دلوقتي الاطفال بيحبوها، والحقيقه كمان ان هي اتطورت للاحسن بشكل كبير، وده اللي هنعرفه اكتر مع صاحبه المشروع بنفسها رضوى محمد عاشور، صاحبه مشروع العاب الاطفال الهاند ميد، وهي اللي طورت الشكل عشان يطلع لنا بشكل ده. بنرحب بيك الاول وصباحك كل حضرتك. صباح احكي لنا بقى يعني الفكره جات لك منين، وفكره كمان انت بتقولي انت بتعملي حاجه كاستمايز. انت بتصنعيها من اي تو زي زي ما ايوه بقى. من اول باترون الاساسي خالص يعني، انا بتني مع العميل، انا بعمل للغير وبعمل لنفسي برضو. بس لما حد بيجي لي مثلا يقول لي انا نفسي اعمل عروسه اقدم بيها مثلا محتوى على اليوتيوب، او ان انا اعمل بيها حاجات للاطفال بيتقدموا فيها حاجات للاطفال في الحضانات، او حتى بيكلموا
بتعاملهم فيه، يعني في عرايس بتتعامل لناس كبار مش ضروري بس اطفال. بيقول لي مثلا عايش شخصيه كذا، ست عجوزه، طفل شباب، ولد شقي، يعني ده كده شقي جدا، بنوته شقيه، بنوته كده. فانا بعرف منهم المواصفات وبتند بقى معاهم بقى ستيب باي ستيب لحد ما اوصل للي هو نفسه فيه، او وبوريه يعني ايه رايك نعمل شعره كذا ولا كذا، نعمل شعر عادي ولا كده، لحد وحتى الملابس كل حاجه، لحد ما نوصل للحاجه هو يرضيها ويكون هو مفكر فيها صح ولايقه عليها. لايقه على شخصيته. انا عايز اسال السؤال بالعروسه دي، ممكن هسيبها علشان اللي هسالك بيه دلوقتي. لما تاخدي لا ما احنا مش عايزين نشوف دول، عايزين نحطها يعني هات، ما انا هديهولها تاني ما تقلقش، انا اشوف بس هي بتعمل ازاي عشان هي عماله يعني تحطي ايدك جوه. بصي انا طلعت ايد فوق وايد جوه، ايد فوق وايد تحت يعني كده اهو. ايد فوق وايد تحت، لا يعني اللي هو أيوة أيوة, ايوه 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 خلاص فهمت ودي بعد فهمت اهو كده صح كده. ايد واحده وسيبي الثانيه هي تبقى لوحدها شغاله عادي والله. امسكي ايد واحده والله ده لا دي حاجه لطيفه جدا. الميكانيزم بتاع الكلام بقى لازم يبقى مع مع الكلام يعني كل انا ببقى زي زي اللبسين كده. انت خريجه ايه اصلا يا رب؟ كليه تجاره. طب ايه اللي جابك لتصميم العرايس يعني؟ يعتبر يعني ورثها، مش انا اهلي مش برضو كانوا بيشتغلوا في الاند هاند ميد بس كروشيه وحاجات من كده، فانا يعني طلعت في بيت كله حاجه بيشتغلوا بايديهم دي ملهاش علاقه بس هم ده برضو غير هم اساسا الله يرحمهم يعني كانوا موظفين في التربيه والتعليم عادي بس عارفه اللي هو الناس زمان بقى كانوا برضو جنب التعليم جنب الشغل يعملوا حاجه امهاتنا كلها كانت لازم اللي هو الكنفاه الكروشيه الحاجات دي صح كده؟ كانوا بيتعلموا الحاجات دي اساسا في المدارس. مشروع حلو. انت عايز العيد داخل ناخده ننزل مصلحه جامده قوي مصلحه لطيف. ياخد منك وقت قد ايه؟ انا باخد انا مشكلتي بس انا باخد وقت في الشغل لان عندي ولاد وبيت. انت بتشتغلي حاجه ثانيه غير لا بشتغل عندي عامله ورشه عشان تمسكه هي معايا عامله ورشه في هتعذبوش بقى لا صعبان عليك يعني تحس ان هو بجد انا مسميهم ولادي والله بجد يعني انا بعمله يعني ده مثلا انا صاحبته مسمياه اسمه بس انا والله مش فاكره اسمه بالظبط سامحيني سامحيني انا نسيت مثلا ايه بقول لها ايه انت خدي بالك منه يعني ده عيل من عيالي بيقعد معايا كتير يعني مثلا ممكن اخد اسبوعين شهر بشتغل فيه لان ببدا من اول حاجه فيه واحده واحده بقى لان ما بشتغلش غير بالليل تقريبا ولادي بقى يناموا وعندي طفله صغيره 3 سنين بتشوف دول طبعا بتتجنن طبعا بتغير منهم بتغير منهم جدا والله يعني مثلا انا بحب اتصور معاهم بعد ما اخلص كل عروسه بعمل سيشن كده اتصور معاهم لو تشوفي منظرها وهي بتبقى واقفه جنبي بتبص عليه وبتتصوري بعديه زي طب قولي لي انت بداتي ازاي بقى؟ يعني الفكره جات لي انت خريجه تجاره ماشي في البيت بيعملوا كروشيه او وات ايفر لكن انا كنت بعمل عرايس عادي في العرايس العاديه. انا على فكره شغلي مش ده بس يعني انا بعمل كل حاجه هاند ميد بالايد، بعمل عرايس دباديب، بعمل تزيين غرف اطفال، اي حاجه فيها قماش بنعمل بيها والوان بنعمل بيها حاجه بعرف ان شاء الله الحمد لله اشتغل بيها. الماتيريال نفسها بما ان دي مع الاطفال فهل هي ماتيريال امنه للاطفال لو لا جدا ما فيهاش حاجه، هي كلها سفنج ولو في حاجه مثلا فايبر بسيط وده عادي قماش عادي ودي قماش ملابس من بتاع الملابس. بنغير الهدوم بقى وبنغسلها وكده ولا بتقلع هدومها دي ده بيقلع هدومه وبيغسلها عادي ممكن نغير اوتفيت وزي الفل طيب بتاخدي وقت قد ايه ان انت ترسمي الديزاين؟ يعني انت قلتي ان انا مثلا ايه واحنا في الفاصل قلتي لي ان ممكن العميل يقول لي انا عايز مثلا ولد شقي، عايز شخصيه حد زعلان، حد مش عارفه ايه، تاخدي وقت قد ايه عشان تكوني الفكره اللي انت تعمليها؟ ممكن يعني انا ببدا مثلا هو يومين ثلاثه بنبقى عارفه انا هعمل ايه، بس اللي هو طول ما انا شغاله في الخطوات بنوصل يعني ممكن هو يغير رايه في النص مثلا احط عين كده يقول او مناخير مثلا لون تاني مثلا يقول طب ما يمكن نعمل كذا، يبقى انا مش نوع اللي مش بحكي يعني مش بقول له لا خد الشغل انا خلصته لا انا بتني معاه لحد ما هو يبقى مبسوط بالحاجه اللي خدها وانا اساسا يعني نفسي هعمل بقى انا بقى بمزاجي عرايس بتوعي انا يعني انا في عرايس بتاعتي بس هم ما طلعوش معايا المره دي بقى عايزه اقدم بيهم محتوى عادي اللي هو زي عالم سمسم عايز اسميه عالم ضاضة عالم ضاضة على رضوى والله والله يعني فكرة حلوة احنا هنستناكي على فكرة عالم سمسم احنا يعني مش عارف اللي احنا افتقدنا عالم سمسم افتقد عالم سمسم وبوجي وطمطم وبوجي وطمطم بس يمكن عالم سمسم كان واخد كان في نفس ال هم دول نفس العرايس بس في احجام بقى اكبر بتتلبس وفي دول عادي لا بس عالم سمسم كان في اشخاص لابساهم مش كلهم وخوخة الكبير بس اللي هو اسمه نمنم تقريبا نمنم جواه شخص قاعد جوه بيبقى رافع ايده كده لكن
الباقيين كلهم نفس النظام ده بالظبط اللي هو شكل محتوى. يعني انا مثلا لو انت فكرتي خلاص انت قررت ان انت تعملي محتوى بالعرايس ده، تطلعي مثلا سكتشات ولا هو أنا يعني ايه الفكره؟ او انا اللي عايزاه حاجه اطفال، يعني حاجه للاطفال. حاجه للاطفال اكيد، انا شغلي كله مع الاطفال، هما طبعوا عليا وانا طبعت عليهم بقيت فاهماهم. لكن انا حاليا ساعات بعمل فيديوهات على تيك توك بيهم عادي، اللي هو تيك توك ويلا بينا وهما بيتكلموا وانا برد عليهم وانا اللي بعرف احركهم، فخلاص بقى ليبسينك بس خلاص هو بيتكلم وانا برد على نفسي. والله فكره حلوه يعني. بس هل ما ممكن تستغليهم في ان الاطفال بتحب الاشكال دي وبتحب الالوان اللي موجوده دي؟ إيه احنا كمان واحنا اطفال كبار فممكن بقى يعني مش بس الموضوع يكون هزار وضحك، ممكن تقول لهم رسائل توعويه، يبقى الموضوع هادف بشكل كبير. انا عملت مؤخرا بس لسه ما نزلش فيديوهات بنتكلم عن بنحكي قصص الانبياء كلها بمناسبه الاحداث اللي بتحصل وبالنسبه احداث بني اسرائيل كلها، وازاي ان هم يعني تفاصيل بقى ان هم ازاي وحشين من زمان جدا مش من دلوقتي. انا عامله ده وصورته بس لسه في المونتاج ولسه بقى هنزله واحده واحده. بس استعنتي بقى يعني عرايس اطفال عاديين ولا انت جسدتي الشخصيات مثلا بتاعه الاشرار بتاعه؟ لا هم عروستين بنحكوا، يعني اب وطفل صغير، يعني راجل كبير طفل صغير هو بيحكي له قصص، بيقول له حصل كذا وده بيساله يقول له ايه اللي حصل احكي لي مش عارف ايه، فبيقول له بقى وبيقول كل الحاجات بأدلة. يعني انا خدت وقت في الموضوع كتير جدا، يعني انا حرقته لكم دلوقتي عشان انا كنت يعني مستعينه بناس متخصصه ولازم الاقي اعمل مراجعه للمعلومات عشان ما اقولش معلومات الاطفال لان دي مسؤوليه طبعا، فواخده وقت كتير جدا. فان شاء الله انتظرونا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مع عم كشكش باذن الله ان شاء الله كسر الدنيا في عالم ضاضة صح؟ عالم ضاضة يا ريت والله مش خير. احنا مستنيين بقى ان شاء الله وشنا يبقى حلو عليكي، واحنا اهو في ايام مفترجه والنهارده الجمعه، فيعني خلينا ان شاء الله باذن الله تبقى فتحه خير باذن الله. بشكرك جدا رضوى محمد عاشور صاحبه مشروع الالعاب الاطفال بالهاند ميد، نورتينا ونورتينا واحنا كلنا مستمتعين بالحاجات الحلوه دي. انا والله استمتعت معاكم جدا نورتينا. نروح بقى لنهاد نشوف اخر الاهم الاخبار. تخيل العروسه دي وهي بتقول الاخبار. نقول الاخبار الاخبار لا نهاد هي اللي هتقول واحده وتقول ماشي حلوه منك قالش ايه ده ايه ده لا 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 مش قالش ولا لا تاخدي العروسه بس انا يعني اني واي احنا ممكن ناخد من رضوى واحده ونطلع بيها كل يوم هي تحفه شكلها حلو. ايوه اتفضلي. والى موجز اخبار صباح البلد. حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه حفل السحور الذي اقامته القوات المسلحه، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وكبار قاده القوات المسلحه. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي. وقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يبحث اقتراح اطلاق تطبيق محمول رادار الاسعار بعد الانتهاء من تطويره، ويتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعه وارفاق صوره للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، وذلك خلال اجتماع مع الامانه الفنيه للجنه العليا لضبط الاسواق واسعار السلع، وده بحضور الوزارات المعنيه. ويتيح التطبيق البحث ومعرفه اسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله والتي تم مشاركتها من مستخدمين اخرين، ومن المقرر اطلاق التطبيق يوليو المقبل. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة. كانت طائرات نقل عسكري مصرية قد أقلعت من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدولة الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولي لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.